لحتى نحل الألغاز، والألغاز معي حلها عند الأطفال، بس بعد ما شجعونا كمان تشجيع كتير كبير. تعلمنا في أكاديمية القلم نحل بخيالنا، هنعرفكم كيف. عداد خيال، صفير معدادك، ابدأ. 5 1 ناقص 6 5 4 الجواب 9. الجواب 9 صحيح، احسنتم. صفير معدادك الخيالي، ابدا. 2 2 ناقص 4 5 2 الجواب 7. الجواب كان 7 صحيح، احسنتم. طيب تمرين ثاني حتى نحل اللغز، تمام؟ ابدا. صفر معدادك، 90 ناقص 50 ناقص 10 ناقص 10 الجواب 20. احسنتم، جواب كان 20، رائع، بارك الله بكم. هلا حتحاولوا تحلوا معنا لغز الألغاز يا جمهورنا. حنعلمكم سر من الأسرار. يا حلوين، بابا وماما كم عدد على أصابعهم عندهم؟ 10 بس؟ يا حرام، نحن عندنا الحساب السحري. طيب نعلمهم كيف؟ حتحاولوا تشتغلوا معنا. اليد اليمين هي ايد يد الاحد، اليد الشمال 10. تمام، هاي لحالها اسمها 5 مع 5 عدات، تمام. واليد اليسار 50. يلا خلونا نعد. ناقص 50 ناقص 5 الجواب 4. احسنتم، شكرا.